السلام عليكم البنات، تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قناه كلام دي زد. اليوم كما وعدتكم راح نحكي لكم على العادات الست اللي جات في كتاب معجزه الصباح، واللي قلتوا لي قولي لنا واش نديروا صباح بكي نوضوا. كاين اللي قالوا لي كي نوضوا صباح ما نقاش نديروا، الوغ نعاودوا نولوا نرقدوا، وكاين اللي شافوني نكتب شافوني نقرا واش راكي ديري قولي لنا. دونك اليوم راح نبسط لكم كلش واش جا في الكتاب، ولكن ما تنساوش الملاحظة اللي درتها لكم، كي درت لكم قائمة الكتب اللي قريتهم أنايا، قلت لكم ما لازمش ندو كيما راهو يقول الكاتب شغل القرآن، فالإنسان لازم يعدل. راح نعطيكم أنا واش عدلت، وممكن حتى أنتم تقدروا تعدلوا من بعد كيما تحبوا. المهم راح نعطيكم كامل واش عدلت أنايا، واش خرجت عليا، واش لقيت فيه بزاف فايدة لعمري. دونك قبل ما نبدا نوقفكم لايك الفيديو، هذا حسابي انستغرام تابعوني فيه تلقاوها في صندوق الوصف، راني كل يوم لتماك. اول عادة احكى عليها الكاتب اللي هو هال إلرود، ان شاء الله ما نكونش غلط في اسمه، هي عادة الصمت. الصمت، شوفوا، يقول ماثيو كيلي في كتابه ايقاع الحياة: ستتعلمون في ساعة من الصمت اكثر مما تتعلموه في عام من القراءة. صح، شوفي ركزي معايا، قولي انت يا كيفاش مفات نوضي صباح ربي؟ اسكو تنوضي هادئة ومطمئنة وفيك انتعاش كبير؟ اذا كنت تنوضي هكا برافو عليك، ولكن تقال انه الاغلبيه الساحقه تنوض عيانه مقلقه وتنوض تجري على جال الروتين تاعها. وفي الحقيقه هذه ما راهيش طريقه مثاليه باش تبداي بها نهارك. علاش؟ لانه كيما تبداي نهارك، يعني كيما تكون نفسيتك في بداية النهار والمزاج تاعك راح يتبعك كامل النهار تاعك. فأكيد ما راكيش حابة يجوز النهار تاعك كومبلي وانتي مقلقة وكارهة ومشي لاحقة. الصمت هو من أهم وأفضل الحلول باش تخففي التوتر تاع صباح ربي، يعني تقدري تركزي على روحك، يتوضح النهار تاعك أكثر، يعني هذا الشيء يخليك أكثر تركزي على الأهداف تاعك. ولكن كيفاش نمارس هذا الصمت؟ أول شرط واللي هو لازم تكوني بعيدة على الفراش تاعك اللي ترقدي فيه. وهذا واش قلت لكم في الفيديو تاع البارح كي درت لكم جولة على غرفتي، قلت لكم كي وليت نوض هذا الشيء ولا يقلقني بزاف، لانه يخليني نحرق طاقة في مقاومة النعاس والرقاد. فإذا كنتي قادرة تبدلي غرفة مليح ليك، إذا ما كنتيش قادرة ديري، أنا واش ندير لهنايا؟ أول حاجة نديرها، شوفوا مباشرة كي نوض ودا نصلي، أول حاجة نروح نخمل فراشي، نرجعو هكا كيما راكو تشوفو وانا عيني مغمضين وميتة بالعكس، بصح نروح نخمل الفراش تاعي باش نشوفو وكأنه راهو ماشي عيط لي يقولي روحي ترقدي هكذا. وتاني تقدر ديري حاجة أخرى وهي تنفعك بزاف، أنك تغيري ملابس الرقاد مباشرة هكذا باش فراشك ما يجذبكش ليك، لأنه راح نهارك كاع، راح تلاغوتين، راح كلش، راح تطور، راح تحسن. دونك هذه اول شرط، ولانه هذا الصمت ما يصح لكش غير اذا انت بكري والغاشي راقدين، يعني ماشي كي تنوضي وانت تجري وتهدري وتعيطي الدراري الى اخره. فهذا الصمت تحتاجيه صباح بكري باش تستغليه وتعيشي هذيك اللحظه اللي تهبل ما تلقايها في حتى وقت اخر من اليوم. وصدقيني انا شخصيا تجربتي ما نقدرش نحكي لك هذا الوقت بالضبط شحال نحب نجعد فيه الساعه، تلمو يعجبني، تلمو حلو، تلمو هايل، تلمو تقعدي الاز، ما كان دراري يعيطوا، ما كان الراجل يهبلك، ما كان المدير يغزلك، ما كان حتى حاجه من الروتين تاعك لما فات صرا. صباح ربي كاين غير انتي وزواوش، هذا مش كاين، شحال حالة فريمون إحساس هايل. ولكن أكيد راح تقولي بون أنا ما راحش نقاوم النعاس والنوض صباح ربي وإلى آخره باش نقعد صامتة، هل أنا مهبولة؟ نو حبيبتي، أنت ماشي مهبولة وأنا ماشي مهبولة. دوك نقولك واش وصل الكاتب ديري في خلال هذا الصمت. كاين زوج حاجات ديريهم، زوج حاجات ديريهم. اول حاجه وصى عليها واللي هي التامل، اكيد سمعتوا بهذه الكلمه من قبل، وممكن البعض ما تخش في دماغه ابدا اني وشنو هو التامل، يعني اني نروح نختار مكان مريح بعيد عن الفراش تاعي، نربع رجليا، نغمض عيني، نتنفس بعمق. اللي ما يعرفش تنفس بعمق وشنو سي، تجبدي التنفس تنفسي من كرشك ماشي من صدرك، تجبديها كتنفسي 3 إلى 5 ثواني، تقطعي 3 ثواني ومن بعد تخرجي بالفم تاعك 3 ثواني بالعقل هكذا. هذا هو التنفس العميق، هذا هو التأمل.
تطردي الافكار السلبيه من راسك، ما تفكري في والو، تستمتعي باللحظات على الهدوء والتنفس العميق، هذا كامل باش تهدئ النفس تاعك. الكاتب يقول ممكن تحتاجي اكثر من شهر باش تتعودي تتاملي بدون ما تجيك الافكار والمشاكل في راسك، لانه الانسان غير يقعد هاك تمتم، يجوه كاع مشاكل الدنيا لو حصل فيها، يجوه كاع الافكار السلبيه اللي راهو فيها. فالتامل يخدم عكس هذا الشيء، يعني لازم تطردي هذه الافكار، وغير يجوك تحبسي، غير يجوك تحبسي، غير يجوك تحبسي، هذا هو التامل حتى تتعودي عليهم. ركزي معايا مليح الان، الهدف من التأمل كامل هو اطمئنان النفس والهدوء من خلال التنفس إلى آخره. أنا راح نعطيك تجربتي أنا معه، ولكن ديري في بالك بلي هذه تجربتي الشخصية ماهيش مرجع ليك، راهي كمثال فقط ليك، أوكي؟ أنا عندي نوعين من التأمل، عندي تأمل تاع الشتاء وعندي تأمل تاع الصيف. أحتحيروا على بالي أحتحيروا. شوفوا نحكيكم يعني بكل صراحة، الشتاء كيما رانا دوكا أنا واش نحب ندير؟ غير نكمل يعني لاغوتين تاعي اللي دوك من بعد نحكيكم عليها، نخرج للطاقة. هذه هي التأمل تاعي أنا، ما يكونش في فوق الأريكة ولا في مكان هادئ هكايا نقعد فيه. أنا كما قلت لكم بارح نحب نقعد في بيتي، دونك نخرج للطاقة، نتنفس داك تاع التنفس العميق، نستغل هذيك الراحة وداك الهدوء وداك الزواوش الله الله عليهم، والنسمة تاع الصباح يتزرق لك النيف تاعك. بيان سور نخرج بالبينوار تاعي والخيبار يعني خرج بيا بلاندي، ولكن هذاك التنفس العميق فريمون البنات ماهوش كذب، فريمون يريح النفس. ونزيد له انايا شويه بانسي تاع ابتسامه، باسكو مستحيل نخرج نشوف السما تاع ربي والليل و يعني هذاك الهواء والزواوش والهدوء، ما تسمعي حتى انسان، تحسي روحك انتي نايضه وحدك مع الزواوش، مستحيل ما تجيكش ابتسامه، مستحيل. انا نحب هذاك الوقت كون نلقى كيما قلت لكم نجعد الساعه فيه تلمو يعجبني بزاف. والتامل تاع الصيف كيفاش داير؟ لانه الشمس تنوض صباح بكري، يعني 6 تكون كاينه الشمس، عكس الصيف الشتاء عكس الشتاء ما كاش الشمس. ففي الصيف واش ندير؟ نفتح كامل نشرع كاع الطاقه، انا عندي بالكون صغير هكايا، نشرع كامل هذيك الطاقه ونقعد. وين نقعد؟ هنا نقعد، هاي بلاستي هنايا جوستمون هنا بلاستيك. نقابل بها الطاقه اللي راهي مقابلتني لهنايا، نربع صح نربع ونقعد ونتنفس بعمق، ويقابلوني دوك اشعه الشمس الدافئه اصبح ربي ندي منهم فيتامين دي، ما نحكي لكمش على هذاك الهدوء والسكينه والفرحه والسعاده، ما نحكي لكمش عليها، لازم تجربوها البنات باسكو فريمون تبدل لك نهارك. صح شوفوا كي نوض نجري وهكا نوض متاخره ما يصحليش كامل هذا الشيء، نوض مقلقه، نوض زعفانه، نوض نعيط، نوض كئيبه، نوض مقلقه، ولكن كي ندير كامل هذا الشيء ما نقدرش نقول لكم نفسيتي شحال ترتاح بزاف. ولكن زيدي ركزي معايا لهنا، نزيد نقول لك انا واش عدلت على معجزه الصباح هذه، على هذا التامل واش زدت فيه. شوفوا كما قلت لكم الهدف تاعهم هما من التأمل هو اطمئنان النفس. حنا الحمد لله علمنا ربي واش هو ما علمهمش، يعني الحمد لله جينا مسلمين، ربي قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هما كي يديروا كلش ما راحش يلحقوا مستوى الاطمئنان تاعنا، مستحيل. فحنا نجمعوا واش عندنا واش عندهم باش نلحقوا لاوتر. يعني واش ندير انايا في التأمل تاعي؟ ما نقعدش ساكتة وخلاص، لأنه شوفوا صراحة أنا جربتها هكا، جربتها في الصيف، قعدت ساكتة ساكنة نتنفس نطرد الأفكار، ما حبوش أفكاري يولوا، أنا نطرد فيهم وبا يولوا. ولكن ما نكذبش عليكم ما كملت شهر ولا شهرين، يا ربي واقي الأسبوع هكا عدلتها مباشرة، حسيت روحي راني نضيع في وقتي. هذا رأيي، كل واحد وكيفاش. ممكن كاين ناس جربوها لمدة طويلة ونجحت معهم، ولو صح يعني هدوء تام ما يفكروا في والو. أنا واش دخلت عليها؟ دخلت عليها أذكار صباح، نعم أذكار صباح اللي ما عندناش كاع الوقت باش تجيبوهم كي نوضو نتجاراو. فهداك الوقت تاع صباح ربي في البرد والشتا كي نخرج للطاقة، نقعد نتنفس بعمق وراني نجيب في الأذكار تاعي، وراني مبتسمة، وراني نستغل هذيك اللحظة تاع الهدوء. واش نحكي لكم؟ طوب 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 طوب. وتاني في الصيف نكون مربعة والشمس تضرب فيا، الشمس دافية وحلوة تعطيني فيتامين دي، وانا راني مغمضة عينيا ونجيب اذكار الصباح، ومن داك نحل عينيا ونجيب كمل اذكار الصباح التوعي. هذا واش انا ضفت على معجزة الصباح اللي هو هذا اول
عادة تديريها فيها. ممكن تاني لك كان عندك الوقت تدخلي تسبيح، استغفار، أذكار إلى آخره. أنا ما عنديش الوقت بزاف، خاطر عندي بزاف حاجات نديرهم، فأكتفي فقط بأذكار الصباح. العادة الثانية اللي هي التوكيدات. وشنو هما التوكيدات؟ شوفوا، اللي يهدر مع روحه ماشي فقط المجنون، كاع البشر يهدروا مع روحهم، ولكن للأسف الأغلبية الساحقة تهدر غير الكلام السلبي. ديجا كانت إحصائية تقول أنه 90% من نساء ينتقصوا من قيمتهم، سواء الصورة الجسدية ولا المؤهلات المهنية تاعها اللي عندها ولا رأي الناس فيها، دايما تنتقص من روحها. وتبقى نسبة قليلة جدا من الناس الشاطرة اللي تحملت مسؤولية اختيار التفكير الإيجابي. علاش؟ لأنهم عارفين وفايقين أنه هذا الحوار الداخلي عنده تأثير رهيب على النجاح تاعنا في كل مجالات، في الثقة، في الصحة، في السعادة، في الثروة، في الحياة الزوجية، في 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 في, في. خلي وهذه الهدرة مع النفس، هذه اللي نسموها التوكيدات. يعني انت كي تهدري مع نفسك راكي تضلي تكرري وتأكدي لعقلك الباطني وش راكي تهدري. وهذه الهدرة يعني هذه التوكيدات إما تكون مضرة إما تكون مفيدة على حساب انتي وش راكي تهدري مع روحك. هذا مليون خيري نوعية حديث مع نفسك تكون مليحة. هدري مع نفسك غير الحاجة العزيزة، غير الحاجة الشابة، غير الحاجة المشجعة. يعني خيري توكيدات ملاح يتماشوا مع حياتك انتي، مع أهدافك، مع واش راكي حابة تولي، وكرريهم كل يوم. بون ماشي شرط صباحا فقط، ولكن لأن صباحنا قاعدين في هذاك الهدوء وهذيك الطمأنينة، هنا نقدروا نكرروا هذه التوكيدات حتى تدخل في العقل الباطني. علاش؟ لأنه كما ما فنقولكم مع التكرار تبدأ هذه التوكيدات تتغلب على الأفكار والقناعات تاعنا اللي كانوا عندنا، وبالتالي تتغلب على اعتقاداتنا انك مثلا كذا وكذا ولا بانك ما تقدريش تدري كذا وكذا، وتتحول هذه الاعتقادات الى تصرفات تديك وين راكي حابه تلحقي. ولكن هنا ناكد لك انه مع الوقت، لانه مستحيل تدي اسبوع واحد ولا شهر واحد وتقولي انا كذا وكذا انا كذا وكذا انا كذا وكذا وتسنى تصرى لك هكذاك، يعني تسنى تصرفاتك يتبدلوا، تسنى روحك تولي حاجة واحدة أخرى. لازم مع الوقت تكرري مع الوقت. وهنا نعطيكم المثال الحي اللي أنا قنعني بهذه التوكيدات، لأني ما فنقرا عليهم، نحسهم عصا تاع تنمية بشرية، نحسهم أو قابل المرايا وقول بلي أنا شاطر، أنا قافز، أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. أنا هادو صراحة ما نأمنش بهم، ولكن هذا المثال اللي أعطاه الكاتب فريمون دخلها لي في قلبي. قال انه كان عندي واحد الصديق دائما كنت نسمعه في الحمام تاعو، جوسي بابا كان يسكن معاه ولا، المهم كان يسمعه هو يستحم يردد كلمات على روحه ويقول بلي انا نقدر ندير كذا، انا نقدر ندير كذا، انا نقدر ندير كذا، انا كذا، انا كذا، انا كذا. شو يقول؟ وش البهلول هذا؟ وشو يدير؟ وشو يجيح؟ وشو يخرط؟ وبعداتك مع الوقت صاب داك الصديق تاعو فريمون الحق كاع واش كان يقول في الحمام تاعو، الحق دار كذا والحق دار كذا والحق هو ولا كذا وكذا وكذا. فقال علاش انا ما نجربش، انا واش خسرت؟ خلي نجرب وشوف فيها تنفع معايا. وهو كان هذا الكاتب كان قبل ما تتبدل حياته كامل على جال معجزة الصباح، على ديك قلت لكم قراو داك الكتاب فريمون روعه، كان صرا له حادث هو في لي 20 نورمالمون، صرا له حادث خلاص قريب الكوخ تاعو كاع راح، قريب مات، والخلايا الدماغ تاعو تاثروا بزاف والذاكره تاعو راحت فيها، لدرجه انه لو كيسحابوا يجوه في الزياره للسبيطار يعاودوا يروحوا يفطروا ويعاودوا يولوا ما يعرفهمش، ولا يقول لهم اه مرحبا بكم، ولا يقول لهم شكون نتوما. يعني فالذاكره تاعو كانت كارثه. هو واش دار؟ اول توكيد سحقه في حياته هو انه يحب يامن بلي الذاكره تاعو تتحسن، لانه هو دائما كان يقول اي واحد يقول له فكرني في هذيك يقول له اه بابا ما تقوليش كاع هكا باسكو انا الذاكره تاعي ماشي مليحه، انا الذاكره تاعي خاسره. فبالتالي هو احتاج هذا الشيء لانه كان يضره بزاف في حياته، فبدا بهذا التوكيد الاولاني. دائما كان يقول بلي انا الذاكره تاعي راح تتحسن، انا الذاكره تاعي تتحسن، انا نقدر نحسن الذاكره تاعي، انا كذا انا كذا انا كذا، على جال الذاكره تاعو، ويكررها كل يوم. بعد شهرين البنات
بعد شهرين جات ليه وحده من صديقات تاعو شي واش قالت له، قالت له واقيلا فكرني نسيت هذاك واش قالت له، واقيلا فكرني نرجع لك كتاب ولا فكرني نعطيك كتاب عفسه هكايا. واش قالها بلا ما يفيق؟ قالها اوكي ان شاء الله تحققكم باذن الله. قالها اوكي داكور. ومن بعد من خلع هو في روحه فاق، هو موال في الاجابه تاعو اوتوماتيكمون واش تكون، تكون نو نو انا من قاع ما نفكركش ما تكليش قال لي باسكو الذاكره تاعي فاسده. ولكن هو بعد التوكيدات هذيك قالها مباشره اوكي داكور، يعني بلا ما يفيق عقله الباطني خلاص ترودا، يعني والف هذاك الكلام تاع انا نقدر نحسن الذاكره تاعي، الذاكره تاعي تتحسن 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 تتحسن، فبالتالي امن باللي الذاكره تاعو تتحسن. شتو كيف؟ وبالتالي تصرفاته يتبدلوا. فهنا هذا واش انا هذا اثر فيا بزاف، وليت نامن به صراحه، وليت شديت التوكيد تاعي. مثلا مثلا انا نعرف باللي صحتي مهروده، على بالي بلي عندي لانيمي، على بالي عندي نقص حال فادح في الحديد دائما فشلانه، فنخير وليت هذه اول توكيد حقيته في حياتي، نخير هذا التوكيد باش دائما نعاودو 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 باش خلاص تروح لهذه الفكره تاع انا نتعب على جال صحتي، انا صحتي مهروده، لازم نبدا ناكل مليح، لازم نبدا نعتني بصحتي الى اخره. فهذا كمثال فقط، وهذا من بين الحاجات اللي ديريهم وانتي صامته هكا، يعني عندنا التامل وعندنا التوكيدات. كاين مثال، يعني كاين ماشي مثال، كاين حكمة يقولها هنري فورد تعجبني بزاف، يقول سواء كنت تعتقد أنك قادر أو غير قادر أنت محق في الحالتين. وصح عنده الحق، إذا كنت دايرة في بالك يعني تعتقدي أنك عندك القدرة على هذاك الشيء، فأنت عندك هذاك القدرة على هذاك الشيء، لأنه عقلك الباطني خلاص ترضى أنه أنت عندك القدرة، وبالتالي تصرفاتك تولي قادرة على هذاك الشيء. والعكس إذا كنت تعتقدي أنك ماشي قادرة فما راحش تكوني قادرة حياتك كامل، كما حكاية الذاكرة تاع هذا المؤلف. شوفي كاين يعني ملاحظة عطاها الكاتب، قال لازم ترددي هذه الحاجة وأنت مآمنة باللي راح توصلي لها، لازم ترددي التوكيد تاعك وأنت في راسك مآمنة صح باللي راح تلحقي انجور لهذاك الشيء. ماشي مثلا تقولي ترددي وتقولي انا راح نصير كاتبة، انا راح انجور راح نصير كاتبة ونخرج كتب وكذا، وانت ما عندك حتى علاقة بالكتابة، ما تحبيها، ما راكي حابة تصيري كاتبة، ما والو. فهاد التوكيدات تخيريهم حاجات اللي يخدموك انتيا والحاجات اللي تآمني بيهم وتحبيهم الى اخره. هاد التالتة اللي ديريها كي تنوضي صباح ربي من خلال معجزة الصباح هي التخيل. تخيلي وانتي مغمضة عينيك وتتنفسي بعمق كيفاش راح يجوز نهارك، باللي راح يجوز مليح، راح تنجزي كلش، راح تخلي روحك تخيلي روحك انجزتي احلامك اهدافك، تخيلي الشخص اللي راح تصيري فيه في المستقبل، يعني تخيلي وش لازم، تخيلي وش لازم انت تديري. هذا كله وش يدير؟ يحفز الانفعالات تاعك واللي هي تشحذ المعنويات تاعك، وهذاك هو الصح، المعنويات هي اللي تدفعك للانجاز، وخاصه هذا الشيء وش يخليك ديري؟ يخليك تتغلبي على التسويف. بالناس اللي موافقين يقولي كيفاش نقدر نتغلب على التسويف، راهو هالكني نقول لك تخيلي روحك الحقتي. شوفوا انا شخصيا عمري ما جاتني في بالي اني صباح ربي نقعد في داك الهدوء وداك النسمه تاع صباح ربي نقعد نتخيل روحي ولا نحبه نلحق، الى ان قريت هذا الكتاب. وكي قريت هذا الكتاب وليت نطبق عليه، لانه نقراو ماشي باش نقراو ونحطو الكتاب يتغبر، نقراو باش نطبقو. لهذا كوكم سمعوا هذا الفيديو وطبقوا واش نقول لكم. وليت نتخيل نتخيل كان واش راني حابه ندير في حياتي، نتخيل كان واش راني حابه نولي، واش راني حابه نحقق. شوفوا صراحة يعني نتخيل وعينيا مغمضين، ومن بعد اون فوا يجينا داك الاحساس تاع القوة، احساس تاع شحذ المعنويات تاعي، عينيا يتفتحوا اوتوماتيكمون يتفتحوا، ويحسب روحي رايحة للمكتب تاعي باش ننجز ونشوف روحي نتقدم ونخدم في الحاجة اللي كنت نتخيل فيها. هذا التخيل عنده يعني عنده قوة رهيبة سبحان الله، أنا عمري ما جربتها حتى قريت هذا الكتاب، لهذا نشاركها معكم من كل قلبي باش تولوا نتوما تاني تتخيلوا فيها. هنا راح تاني نقول لكم أنا كيفاش عدلت عليها، لأنه الكاتب يقول من خلال القاعدة تاع الصمت هذيك تتأملي، من بعد ديري توكيدات، من بعد ديري التخيل. أنا كامل هادو ما نديرهم وأنا في الطاقة،
ياك بعد ما نجيب الاذكار تاعي نتنفس بعمق الى اخره، بعد ما نكون كررت التوكيدات تاعي نبدا نتخيل، وفي وقت قصير. هو الكاتب يقول 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق، 5 دقائق للتامل، 5 دقائق للتوكيدات، و5 دقائق للتخيل. انا بون ما على باليش فتره الاذكار شحال تجيني، باسكو انا والكونسونطراسيون تاعي التركيز تاعي في الاذكار، ولا وثاني عيني تطرح تقعد تشوف في الجو في الزواوش في الشجر الى اخره، فندي شويه وقت. ولكن بالنسبه للتوكيدات والتخيل ما نعطيهمش اكثر من دقيقتين دقيقتين دقيقتين، ممكن دقيقه دقيقتين، ممكن ثلاثه زوج الى اخره، ما نطولش بزاف. المهم اني نحس هذاك الشعور اللي تعطيها لي التوكيدات وتعطيها لي التخيل. انجوزو الرابع، عادة ديريها صباح ربي واللي اي البنات كون نصيب باش عارفه نخرج هاد الشعور وتريه لكم باش بغيوا تحسوه، واللي هو الرياضه صباح ربي. البنات شوفوا، خطات نكون نوض بالبكا، انا مانيش انسان بارفي ينوض كل يوم صباح ربي هو فرحان الى اخره، خطات نوض بالبكا، خاصه انا سهرتي في الليل، خاصه انا جوزتي نوي بلانش، خاصه انا كنت مريضه، اذا كنت عيانه، لا نوضوا الدراري في الليل الى اخره، فخطات نوض بالبكا، ماشي خطات اللي بزاف خطات. ولكن ما نفطنش حتى نخرج للطاقه وحتى ندير السبور تاعي. هذاك السبور العزيز اللي ضلوا تقولوا لي يا كلام واش راكي ديري في هذه الرياضه، قولي لنا واش راكي ديري. ما نديرش حاجه غراف باسكو ماهيش في بين اهدافي اني مثلا جسم ممشوق ممشوق جسم رشيق جسم صحي ولا ريجيم. هكذا انا ندير رياضه باش الدوره الدمويه تاعي تتحرك تمشي، خاش كنت راقده كنت ساكنه كنت فاشله كنت خامله، فنحب نحرك روحي وندير هذوك الحركات اللي كنا نديروهم في الليسي في السبور، مازالني شافي عليهم لاني طول وقت ما بعد الثانويه وانا نديرهم دائما ما نسيتهمش. ولكن اذا نسيتيهم عندك اليوتيوب ديري حركات لتنشيط الدوره الدمويه، حركات رياضه صباحيه الى اخره، وهاد الحركات صدقوني انا غنكملهم ونبدا نلهث ديك الانرجي اللي تطلع مستحيل. شوفي والله يعني حلفت لك مستحيل تولي فراشك، مستحيل بعد ما ديري رياضه جامي تولي فراشك جامي. فاذا كنتي حابه صح تفطني روحي ديري رياضه، يعني تقضي اون بلان انرجي طول النهار، وهذه حاجه بزاف مليحه. خامس حاجه هي القراءه. البنات ما نقدرش نقول لكم قراءه شحال مليحه ومفيده الى اخره ونضل نعاودها، ولكن انا شخصيا ما كنتش نديرها صباح ربي حتى قريت هذا الكتاب. يعني خاصه هذه الفتره هذه العاده يعني من معجزه الصباح تناسب الناس اللي ما عندهمش الوقت، اللي نهار كان هما يجروا ما عندهمش كاع الوقت يقراو كتاب، فصباح ربي تكفيك يعني يكون عندك وقت في الكالم هذاك انك تشدي كتاب وتقراي بعض الصفحات، هذه بزاف هايله. الكاتب يقول تخيل انه تقرا 10 صفحات في اليوم. هو دار 20 دقيقه للقراءه و20 دقيقه للرياضه، من بعد نعاود نقول لكم شحال دار الوقت تاعو، ولكن قال تخيل في اليوم تقرا 10 صفحات، يعني في العام راك تقرا 3650 صفحه، يعني راك تقرا 18 كتاب بمعدل 200 صفحه. تخيلي يعني برك في العام من العام الجاي مستواك شحال راح يكون ارتفع. وثاني كما قال سعيد يونس كي تشدي الكتاب هذاك ما تحنيش عليه، خربشي اكتبي اطوي الصفحه، يعني الكتاب راهو تاعك نتيا، ديري عليه هذاك بالماركر باش تتفكري خطره اخرى كي تولي ليه ورا من الحاجات اللي بلوز امبورطونت فيه. وما تنساوش حضرت لكم قائمه الكتب تاعي اللي نصحتكم بها غير كيما درت لكم فيديو، نحط لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. وثاني انا واش عدت على القراءه، هما عندهم غير الكتب، حنا عندنا القران. كاين ناس ما عندهمش كاع وقت يقراو القران، ومام حتى يكون عندك وقت قران، ولكن صدقيني كي تبداي نهارك اول حاجه تبدايها بالقران، هنا فريمون راح يجوز نهارك فيه البركه فيه الفرحه. ما نقدرش نشرح لكم قراءه واش دير صباح ربي، وخاصه قراءه القران. وثاني تقدري تخصصي وقت لانك تحفظي قران، كما انا واش ندير كي نصلي نروح مباشره نحفظ شويه قران ولو نصف صفحه في اليوم، وثاني نقرا شويه قران، يعني كاين حفظ وكاين قراءه. هذه من بين القراءه اللي ديريها صباح ربي هي تشد 20 مينوت، وكل واحد يديرها على حسب الوقت اللي ناض فيه، كاين اللي نوض 4 كاين نوض 5 كاين نوض 6 ماشي كيف كيف. نجو دوكا السادس عاده واللي هي الكتابه، واللي سخصيتوني بزاف كي تشوفوني نكتب قولوا لي واش راكي تكتبي. دونك شوفوا المؤلف واش يقول. يقول كنت نشري دائما ديزاجوندا، يعني ديزاجوندا باش شابين وغاليين باش نتحفز ونكتب مذكراتي، ولكن كي ندخل فراشي نعجز ونجيب شحال من عذر
باش ما نكتبش، وهذه صراحة حتى أنا صرات لي. ولكن يقول الآن في معجزة الصباح رجعت نخصص وقت للكتابة صباحا، وبالتالي يعني دخلتها في الروتين تاعي، فولا يكتب دايما. ويقول أنه من أهمية كتابة المذكرات، يعني تكتبي مذكرات تاعك، من الأهمية تاعهم أنك أكيد تدلي سوفينيغ تاعك. كنت مرة نكتب مذكراتي في 2003-2004، دوكا كي نعاود نقراهم شحال نفرح، يعني نعاود نعيش لحظات كامل هذوك العوام واش صراولي. وثاني من أهمية الكتابة أنك تراقبي الإنجازات تاعك، تراقبي التطور تاعك خلال العام، واش درتي نشاطات، واش رزقك ربي خلال العام، يعني بزاف حاجات فيهم فايدة من كتابة المذكرات. ثاني من أهم المزايا تاع المذكرات أنك تكتسبي الوضوح. واش معناتها؟ يعني وانتي تكتبي هذيك الفكرة اللي جازت عليك ولا المشكل اللي جاز عليك، هنا يولي واضح أكثر، يولي واضح، وممكن حتى انك تلقاي الحل على واش جاز عليك، على واش المشكل هذاك اللي تكتبيه فيه الى اخره. ثاني حفظ الافكار. المذكره كي تكتبيها اضافه الى انك تشفعي على كامل واش جاز عليك خلال العام تاعك، وزيد ثاني ما يروحولكش الافكار الشابين اللي حابه انت تطبقيهم في المستقبل، لانه بلا تدوين حاجه ما تقعد في الراس. ثاني يقول انه ممكن انه الاجنده تاعك هذاك اما يعني تخليه عام تكتبي واش تحبي، اما تخصصيه لجزء من واش راكي ديري، مثلا قرايتك، مثلا خدمتك، مثلا يعني احاسيسك، مثلا يعني انا صراحه نخليه كامل واش جاز عليا في لا جورني نكتبو في نص صفحه هكايا، يدي لي ربي 5 دقائق 10 دقائق. وعلاش انا وليت نكتب هذا الشيء؟ يعني شوفوا انا كي قريت هذاك الكتاب قلت اوكي انا راح نطبق واش قال الكاتب و نعدل عليه انا سولون واش انا مآمنة، سولون انا واش نحب، واش مقتنعه الى اخره. فبديت نكتب هذه المذكرات، قلت هذه فكره مليحه لاني اصلا كنت جربتها من قبل في 2003-2004. كي بديت نكتب فريمون داتني الكتابه لطريق واحد اخر. انا ما كنتش قادرت له حساب بور لانستون، كنت درت له حساب من بعد في المستقبل البعيد، ولكن بديت دوكا بفضل الله، بفضل الكتابه تاع المذكرات. فالكتابه ما تقدريش تعرفي لوش من طريق تديك، تقدري تكتشفي فيك مهارات، تكتشفي فيك اسلوب، اتساق، انسجام الى اخره. فهذا الشيء ممكن يديك لعالم اخر. دونك فوالا، هادو هما العادات الست اللي الكاتب يديرهم كي ينوض صباح ربي خلال ساعه واحده فقط. يعني يقول اذا كنت تنوض على 8 نوض على 7، اذا كنت تنوض على 7 نوض على 6، ساعه واحده فقط قبل ما تبدا لا روتين تاع لا جورني تاعك. كيفاش هو قسمهم؟ قال الصمت يعني التامل 5 دقائق، التوكيدات 5 دقائق، التخيل 5 دقائق، الرياضه 20 دقيقه، القراءه 20 دقيقه، والكتابه 5 دقائق. انا عدلتهم شخصيا، وانت تقدري تعدليهم كيما تحبي، وكيما قلت لكم كل واحد على قداش ينوض بكري بكري بكري. فانا كيما قلت لكم هذاك الصمت التامل يدي لي واحد ربع ساعه مع الاذكار ايتو، ماشي 5 دقائق. التوكيدات والتخيل اللي هو درهم 5 5، انا درتهم واحد 2 دقائق 2 دقائق، دقيقه دقيقه، صادقوا انا واش راني نتخيل، صادقوا انا واش راني ناكد لروحي. الرياضه جينيرالمون ثاني تدي لي انا ثاني 20 مينوت، القراءه تدي لي اكثر من 20 مينوت لاني نقرا قرآن ونحفظ قرآن ونقرأ شوية من الكتاب، فهذه تدي لي أكثر من 20 مينوت. والكتابة الكتابة حتى تلويت نوض دانا بس كان عندي بزاف حاجات نكتبهم، بس المذكرات يدو لي 5 دقائق برك. دونك فوالا، هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون افادكم، ان شاء الله يكون عجبكم. ميموار راهي بلان صباح، انا سوبريمي ونعاود سوبريمي ونعاود، ان شاء الله يكون افادكم هذا الفيديو. نقولكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم. ما تنساوش طبقوا هاد العادات الست اللي هي الكتابه، القراءه، الرياضه، التامل على حساب واش يفيدكم نتوما، التخيل والتوكيدات. هادو فريمون لازم تخصصوا ساعه قبل ما تنوضوا لا روتين تاعكم ولا اكثر من ساعه باش ديروهم. فريمون هادو اللي بيهم حياتكم تتبدل، كيما تبدلت حياه الكاتب، كيما بدات حياتي انا فريمون تتبدل بارابور واش كنت ندير كي كنت نوض ديريكتومون فراشي للكوزينه. دونك هذا هو الفيديو تاع اليوم، نقولكم تهلاو في روحكم، الى الملتقى باذن الله. السلام عليكم.